السلام عليكم. اليوم غادي نديكم معايا المير اللفت لواحد البلاصه زوينه وخاصه لعشاق الطبيعه والبحر. اليوم قررت انا وواحد الكوب الاصدقاء ديالي نمشيو ندوزو ليله في فندق افتا ستريب. هذا الفندق اللي كيتواجد قبل ما توصل المير اللفت بواحد 4 كيلومتر على اليسار ديال الطريق الرئيسيه الساحليه المؤديه الى مير اللفت. قبل ما نكملوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس، ولا عجبك الفيديو خلي لنا لايك وتعليق ديالك وشكرا. دابا على بركة الله نكملوا الفيديو ديالنا. خرجنا من اكادير انا والاصدقاء ديالي من مع 3 د العشيه، وكي كتشوفوا هنايا قدام لوطيل وصلنا مع 6 د العشيه. كيف كتشوفوا دخلنا خدينا الغرفه ديالنا اللي هي اللي بقات عندهم بوحدها خاويه تاع 3 د الناس مع الفطور ديالها في الصباح تاع 3 د الناس، خلاوها لينا ب 700 درهم، يعني تقريبا جاتنا شي 230 درهم الواحد بالفطور ديالها. كي كتشوفوا هذه هي الدخله تاع لوطيل، فيه بزاف د لي شومبر، كل بلاصه واشنو مسمينها. كاينين هادو لي شومبر اللي هما مسمينهم لي شومبر دوتيل دوسيون اللي هما طالين على البحر، وهادو كاع هما اللي عندهم غاليين تقريبا كيحسبوهم بشي 800 درهم حيت كيشوفوا على البحر. وكي كتشوفوا هذا المنظر ديال لوطيل رائع جدا خاصه مع الغروب. تابعوا الفيديو غادي نوريكم لحظه بلحظه كيفاش بتنا في لوطيل، كيفاش دوزنا الليله، كيفاش دوزنا الصباح. داكشي كان رائع تبارك الله ما شاء الله. وهنايا كي كتشوفوا هادو هما لي شومبر كيدال، هما تقريبا ارخص لي شومبر اللي عندهم، اللي تقريبا جوج الناس ب 350 درهم بلا فطور. وكذلك هذا الغيستورون اللي عندهم حتى هو غادي نوري لكم وغادي نديطاي لكم الفطور عندهم وكل شيء. وعندهم صال دو ماساج، عندهم حمام، وكذلك غادي نوريكم لا شومبر اللي خدينا حنايا عندهم تاع 3 د الناس، كي دايره بالدوش ديالها بلا تيغاس ديالها، كانت نقيه وفي المستوى. صراحه المستخدمين ديال هذه البلاصه عندهم تعامل زوين زوين بزاف، كنشكرهم من خلال هذا الفيديو. صراحه المكان نقي عندهم بزاف، ولقينا عامر بالسياح الاجانب اللي فرحوا صراحه باش كنا حنا مغاربه تما. صراحه المكان عندهم هادئ ديال اللي باغي يرتاح. شوفوا هادو هما لي شومبر دوتيل ايطوال اللي حنا خديناهم، اللي لقينا فيهم الاولى هي اللي كانت خاويه وخديناها، غادي نوريها لكم كي دايره من الداخل. وكذلك راه الفندق فيه مسبح ديالو خاص. لا شومبر لقينا فريمون نقيه وزوينه، دخلنا حوايجنا ارتاحينا، خدينا دوش ديالنا، خرجنا لابيسين. كي كتشوفوا هنايا هادو هما الاثمنه ديالهم، لانيتي تقريبا جوج الناس، يعني راه كيبداو من 350 درهم حتى 800 درهم زائد الفطور. اللي ما واخدش الفطور وبغى يفطر عندهم راه كيحسبوا ليه شي 55 درهم. هنايا هذا هو المطعم فاش كيفطروا الناس اللي نازلين عندهم، واللي باغي يتعشى عندهم راه كاين العشاء الاكارت كيحسبوا ليه 160 درهم. وهذا هو الحمام ديال لوطيل اللي تا هو الا بغيتيه كتاخذوا اكسترا، باليا كبير وزوين، غالبا غيكون سخون ما جربناش. حنا دينا معنا اللحم، كنا ناويين نديرو العشاء في لوطيل، ودينا معنا المجمر، كنا بغينا نشويو في وسط لوطيل، لكن للاسف قالوا لنا راه ما يمكنش. الوغ شنو غنديرو، هزينا داكشي اللي دينا معنا ونزلنا للبحر ديال مير اللفت، وتما شوينا دوزنا واحد الليله، ما رجعنا تقريبا لوطيل حتى شي 10 ونص الليل، يعني فريمون بروفيتينا ديال بصح من الفطور.
لك نسافر. قلت يا ليت السفر لم كان يجعل طريق زمر والحصى والقمار سوى ودنا دنا. وهنا يا رجعنا من الخرجة ديالنا بعد ما تعشينا في البحر وضحكنا، رجعنا لقينا الدراري مازال كيلعبوا البينك تاع هذا تاع الراكيطات. جبنا دوره في لوطيل، مشينا جلسنا شويه حدا لا بيسين، عاد رجعنا لا شومبر. تقريبا ما نعسنا حتى شي 2 د الصباح، كلشي كان نعس في لوطيل الا حنا، لدرجه في الصباح فاش كنا هزين حوايجنا خارجين لقينا شي ولاد النصارى كيلعبوا، هو يقول لي اوه ال بار ديجا، ما تخاوش بينا كنا دايرين لهم لومبيونس ديال بصح تما في لوطيل. هنايا الصباح انا فقت بكري، فقت مع شي 7 د الصباح، جيت كنصور، مشيت خديت كافي في الريستورون، لقينا موجدين لينا طبلتنا ديال الفطور تاع 3 د الناس، يعني اللي نازل عندهم في لوطيل عارف كل شومبر دايرين ليها طبلتها يعني فين غتفطر. خديت كافي ومشيت حدا لا بيسين، تسنيت صحابي اتفقوا عاد رجعنا نفطروا اونصومبل. الفطور كان زوين صراحة، مزيان، عطينا جي دورانج فخي، ترموس الحليب، كافي نوار لا بغيتيها كتاخدها من البيفي، عطينا الكيك، لي كريب، الخبز، فرماج، عسل، زيت، كونفيتور، يعني تقريبا داكشي اللي هو اساسي في الفطور راه كاين. صراحة فريمون عجبني الحال، دوزنا ليلة زوينة صراحة. شكرا بزاف لكاع المستخدمين تاع هاد البلاصة، كبروا بينا، تهلاو فينا صراحة. انا غنبقى نحط لكم غير الفيديوهات تاع البلايص اللي عجبوني صراحه، كنت في بلايص اخرين وصورت فيديوهات ولكن ما عجبنيش البلاصه، ما غاديش نحط الفيديو ديالو، ما غاديش نقول خايب، مي غنحط تاع البلايص اللي كيعجبوني فقط. البلاصه اللي ما عجبتنيش ما غاديش نحط الفيديو ديالها، وشكرا. كملوا الفيديو فيه مازال ما يتشاف.
خرجنا من لوطيل تقريبا مع ديك 12 النهار ومشينا للبحر ديال ميرلفت لي فريمون عجبني بزاف. تبارك الله على المسؤولين تاع هاد الجماعه ديال ميرلفت، ما شاء الله البحر زعما زوين، صورتو لكم داروا فيه بزاف الحوايج، يعني باين البحر بلي مهتمين به، دايرين اسباس غراتوي تاع لي زونفون في البحر، يعني زوين بزاف. هانتوما غتشوفوه في الفيديو. تبارك الله البحر كي ولا هنايا نقي، تبارك الله ما تلقى فيه نقطه ديال الزبل هنايا، لدرجه درت شويه تاع اليوغا وفرجه ممتعه. وشكرا، ما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك ديالكم.